نعاود استكمال هذه التغطية وهذه القراءة في الأحداث في طوفان الأقصى وأيضاً المجريات على الحدود اللبنانية والواقع اللبناني الداخل الملفات اللبنانية الاستحقاق الرئاسي وغيره مع الكاتب السياسي الأستاذ غسان جواد. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. اشتقنا لك على التلفزيون. الله يسلمك. نحن كمان. شكراً. شكراً. يعني بدي أحكي أكيد باللي صار بغزة والعملية النوعية اللي قلبت المعادلة العسكرية والسياسية بالصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي، ولكن شوي خلينا هيك نعطي حقية للملف اللبناني بكل هالعناوين اللي عم تصير الكبيرة بالبلد. هل بعد فينا نقول وين الاستحقاق الرئاسي أو هلأ لازم نقول أكتر وين الاستحقاق الرئاسي؟ يعني طبعا اليوم الأنظار موجهة إلى الجنوب وإلى المواجهة المفتوحة مع العدو الصهيوني في فلسطين. بتقديري لا يزال الأمر في الجنوب يتخذ طابع المواجهة المحدودة المحدودة على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم، ولم يتطور ولا أعتقد أنه سيأخذ مدى واسع إلا بالنظر إلى طبيعة الوضع بالميدان الفلسطيني. يعني واضح أن حزب الله أرسل يرسل رسائل، ثلاث رسائل أساسية. عم شوف قصف كمان على غزة متواصل وهو لليوم الخامس، جريمة عم ترتكب يعني بصمت تام وتواطؤ دولي تام بتغطي أحيان. عم شوف الانحياز الأوروبي كاملة يعني. تماما. حزب الله منذ اليوم الأول بدأ موقفه يتدرج. في اليوم الأول عمل عملية على مزارع شبعة وفق البيان الوزاري ووفق قواعد الاشتباك المعروفة وقواعد الاشتباك يلي هي سميها تحية إلى المقاومة الفلسطينية. تاني يوم في مجموعة للجهاد الإسلامي تسللت بالظهيرة، استشهدت وخاضت مواجهة مع كمين وقتلتهم للضباط، ضابط نائب رئيس نائب قائد اللواء الغربي ومعه جنود. فالإسرائيلي اعتبر أنه هاو حزب الله راح قصف وقتل شباب من المقاومة. فالمقاومة اليوم بارح ردت رد أولي واليوم ردت رد قوي في قتلى للعدو الإسرائيلي. الأمور عم تتطور ولكن بتقديري لن تأخذ طابع الانفجار الكبير في لبنان، لأنه هذه المقاومة وإن كانت هي جزء من المعركة وليست على الحياد إلا أنها تتعاطى بمسؤولية شديدة حيال حساسية الواقع الوضع الداخلي والوضع الداخلي. إذا قدرت، وأنا هي خلاصتي اليوم شفتهم يعني للحزب، إذا قدرت المقاومة، يعني عم ناخد رسالة تطمين منك إنه رسالة نقل الواقع، يعني إذا قدرت المقاومة إنها تمنع المجزرة بحق الفلسطينيين وتضلها واقفة إلى جانبهم من دون ما نخوض حرب كبيرة، هذا بيكون تمام. يعني ما حدا بده حرب طبعا، وهالأمر ليس بإيد حزب الله لوحده، هالأمر بإيد الأمريكان والإسرائيليين أيضا، لهن اليوم عم بياخدوا الخيار المواجهة في غزة. الفلسطينيين الآن لا يحتاجون إلى مساعدة، بل على العكس هم منتصرون. الحدث العملية اللي عملوها حدثت ووقعت صحيح. لو فجروا دمروا غزة لن تمحوا أثر 7 أكتوبر عليهم. طبعا حضرتك قلت لي لهلأ الخيار عند حزب الله ابقى الوضع كما هو، الرد المدروس ضمن حدود معينة، ضمن ربط النزاع إذا بدنا نسميه، ولكن إذا الأمور بغزة تطورت نحو ربما اجتياح بري لقطاع غزة، هل ستبقى الأمور هنا على حالها؟ حسب تطورات الاجتياح البري، أنا برأيي عنده ثلاث خيارات نتنياهو اليوم. أول خيار أنه يضل يقصف ويقتل بهذا الشكل، بس هذا ما بيقضي على المقاومة، وهذا بده يجي لحظة يتعبوا الإسرائيلية والأمريكان. صحيح. عنده خيار تاني، التوغل المحدود. التوغل المحدود البري بيعطيه هيك انتصار وهمي شو المحدود يعني؟ بينزله يعني بدون اجتياح واسع للقطاع. وعنده الخيار الثالث، الاجتياح الواسع. طريقة الحكي الأمريكاني والإسرائيلي اليوم بتدل على أنه أني رايحين على اجتياح بري واسع. الإسرائيلي ولكن ليس الأمريكي. لا لا، الأمريكي كمان الأمريكي. يعني بارح بعد اتصال بايدن باتصال نتنياهو ببايدن وكلام بايدن بدأ واضح أنه خلص الأمريكان عم بيديروا المعركة وعم بيبعتوا سلاح اليوم. صحيح. بعتوا سلاح بينزل تحت الأرض، يعني لأنه أنفاق غزة بلش يوصل السلاح، وبالتالي الأمريكان هني بالمواجهة. هلأ القرار عند الأمريكان وليس لا عند المقاومة الفلسطيني ولا اللبناني، هل بدهم معركة مفتوحة تولع المنطقة أو بدهم بس يكتفوا برد الاعتبار لإسرائيل؟
رد الاعتبار لإسرائيل يعني إما توغل بري محدود وصورة انتصار وهمي صحيح وبتروح على السياسة الأمور، وإما لا يكونوا ببالهم هن إنه يفوتوا اجتياح بري واسع. الاجتياح البري الواسع لغزة بيأذي المدنيين الفلسطينيين ما بيأذي المقاومة، وبهالمعنى التهجير، فكرة تهجير الفلسطينيين لا يحتملها أحد، يعني ترانسفير جديد لا يحتمله أحد لا بالداخل ولا بالخارج، يعني لا بالداخل ولا بحركات المقاومة. يعني في خط أحمر برأيي عند حركات المقاومة بالمنطقة التي اليوم تراقب، وهي تقول أنا لست على الحياد ولكن عم راعي ظروفي بكل بلد، باليمن شيء، بلبنان شيء، بغيره. أنا لست على الحياد وعندي خطوط حمراء، منا الأعمال بالقتل الوحشي ومنا التهجير والترانسفير، لأنه ببساطة يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. في مخطط إسرائيلي لتهجيرهم وتدمير قطاع غزة. هذا إذا ظل مكمل الإسرائيلي بهذا السياق إيه لا، الأمور يمكن تتطور نحو الأسوأ. ولكن الموقف الآن عند حزب الله أنه هو لا يعني لا يريد أن يذهب إلى الحرب، هو يريد أن يسند الفلسطينيين، أن يخفف الضغط عن غزة بقدر الإمكان بإشغال الإسرائيليين. يعني اليوم بالجنوب في نص الجيش الإسرائيلي، يعني هذا الجيش بلا ما يقاتل بغزة صحيح. بسبب استنفار حزب الله والحالة صحيح. اللي عملها خفف ضغط عن غزة. الإسرائيلي هون بده يروح على مواجهة أوسع يوسعها، المقاومة ساعتها جاهزة مش خايفانة. يعني هي لا تريد الحرب ولكنها لا تخشاها بهالمعنى. يعني يعني إذا فرض هالحرب ستكون عم بتخوضها، يعني كل مرة ستنا يعني نحن من 48 كنا دائما كشعوب المنطقة من مصر للبنان لسوريا نحن بموقع المتلقي، نحن لسنا بموقع المبادر، نحن بموقع رد الفعل والمدافع عن نفسه من 48 لليوم. اليوم الفلسطيني بيقولوا لك طلعوا الغرب، يعني بالأمس طلع رئيس هذا وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول هؤلاء حيوانات بشرية صحيح، يعني عم ينزع عنهم صفة الناس ليقتلهم مثل كأنه مثل ما بيقتلوا القطاط، يعني صحيح القطط. يعني الغرب كله هلأ مستنفر إلى جانب إسرائيل وإنسانية وحقوق الإنسان كله كرمال كم صورة وإلى آخره يعني باللي صار بغزة. طيب نعم. صار لهم 48 جماعة عم يقتلوا، ليش أنتوا تركتوا لهم غير الجنون؟ يعني صحيح. إذا اعتبرنا بدنا نوافق معكم انه هاي العملية كتير قوية، وهي فعلا يعني خارج، يعني اذا واحد بده يكون روائي عنده مخيلة صحيح. سينمائية ما بيقدر يطلع معه هذا السيناريو، يعني ما بتقدر تتخيل انه الاف القتلى والأسرى والجرحى عملوا لهم شيء بيشبه 11 ايلول. طيب بس هو الجماعة اللي انتو عم تقولوا عنهم انه عملوا شيء لا يحتمل، طب ما انتو صاركم من 75 سنة لم تتركوا لهم سوى البندقية والجنون صحيح. اصلا صحيح. إذا كانت هذه الخطوة فيها شكل من الجنون فهذا جنون محمود ومستحسن، لأنه غزة محاصرة ممنوع يفوت عليها أي شيء إلا نحكي غزة، يعني عم نحكي أكثر من مليونين ونص فلسطيني. الضفة تنكيل وقتل عشرات آلاف الأسرى، عشرات يعني آلاف الأسرى، الحواجز الضفة، يعني حضرتك من الشوف إذا أنت بكتجي من ضيعة على الشوف على ضيعة تانية بدي خمس دقايق نكفى رحيم على الجهلية إلى آخره. طيب حاطين لهم جدار بالضفة صحيح، الضيعة اللي بعيدة خمس دقايق أنت كفلسطيني بياخد معه أربع ساعات إذا جاي من ضيعة ضيعة ليزور أهله أو عنده عرس أو شيء. ناهيك عن اليومية، عن الاشتباك، القتل، الاعتداء على الأقصى طبعاً. طيب. طبعاً أكيد ما أنتوا الأمريكان نفسكم، أنت إدارة بايدن نفسك كنت عم تقولي للإسرائيليين من سنة انه بكون تعطوهم شيء لانه رح يجي لحظة ما رح تقدروا تتحكموا بردة فعله. اكيد طبعا، يعني هيدا الغطرسي كل الوقت من عقود لهلأ هذه نتيجتها، واكيد بطبيعة الحال احتلال الارض. قبل ما نقول وفصل بالموضوع الفلسطيني وبالاستثمار اللي ممكن تعمله حماس، حضرتك قلت لي انه اليوم على الحدود هيدا هو الوضع مع لبنان، ولكن في فصائل فلسطينية ليس فقط حزب الله، هناك فصائل فلسطينية عم تعمل عمليات، الى اي مدى كمان ممكن انه تشكل يعني ربما انه توريط للبنان؟ خليني اقولها، عندنا 250 الف لاجئ فلسطيني صار لهم من 48، طيب فينا نمنعهم نحن هن واهلهم عم يتقتلوا؟ يعني
انهم يبادروا الى ما عم يموتوا، ما هن عم بيروحوا يستشهدوا على الحدود، ولكن الجواب عم يكون للبلدات اللبنانيه يعني بتالي يعني مع احترامي السمن. مع احترامي ينحكم على الامريكان والاسرائيليين مثل ما قال الرئيس بيري اليوم، يعني مثل ما طلع جو من عين تيني قال للسفيره الامريكيه صحيح انه وقفوا معنا مش نحن المعتدين، احكوا مع الامريكان والاسرائيليين بتنلم، بس انه بكون تضلوا تعملوا بالقتل ايه في 250 وفي مسلمين وفي مسيحيين وفي غير اللبنانيين، يعني بالعالم العربي والاسلامي الراي العام الشعبي ما عم بحكي عن الحكومات، في ضرورات الانظمه واعتباراتها واولوياتها، بس الشعوب طب هذا اذا واحد مصري نزل باسكندريه واوس ثلاث سواح من شرطي تفاعله انه بنروح بنعمل بيان بنقول لهم اللي في اعتداء على السيادة المصرية، يعني في بعض المواقف في لبنان كمان ما عم بيهدوا ما عم بيفهموا حساسية اللحظة وعم يتصرفوا بتصريحات أحيانا شعبوية ممكن تفيد بمحل بس بتبينوا للشخص غير فهمان لخطورة اللحظة الدولية والإقليمية. نحن في أعقد لحظة الآن منذ العام 1982 صح. اللحظة الآن أعقد من لحظة حرب تموز، لأن إذا فتحت مع لبنان ما راح يعني بعد غزة تفتح بلبنان لن تبقى في لبنان، سيتدخل اليمنيون وسيتدخل العراقيون وسيتدخل الجيش السوري وربما إيران تتدخل، وبالتالي بنصير أمام مشهد. فما فينا نجي نقف لبعض هلأ عن نقطة ونسجل نقاط وانه يابا انا مع المقاومه بس ضد استخدام الاراضي اللبنانيه. نعم. اوكي نحن مع سياده الدوله وضد استخدام الاراضي اللبنانيه، بس عنا 200 و300 الف لاجئ فلسطيني، مننا شرطه حدود لاسرائيل نحن. نعم. مننا بوليس لانه لاسرائيل خاصه بهاللحظه انه عم يتقتلوا 300 طفل اكيد طبعا صديقتي 300 طفل طبعا يعني وهيدا الكيل بمكيالين شفنا اطفال او حدا جرح او مرة وفي مشاهد يعني تعرفي العالم فلتت الامور صحيح ساعتين ثلاثة باللي صار فلتت من ايد المقاومة لانه ناس فاتوا عم نحكي بالمستعمرات الاسرائيلية ايه فصار شوية اشياء واستفادوا من الصور برا بالغرب. طيب الإنسانية لا تتجزأ صحيح، يعني إذا أنت بتنزعجي على مقتل هيدا الطفل هون ما أنه طفل تماما، إذا أنت بتنزعجي على مقتل طفل بالسويد لازم تنزعجي بنفس المقدار على مقتل طفل بفلسطين طبعا أكيد. ولكن هذا الغرب من 75 سنة ما عودنا مع الأسف الشديد إلا على يعني الانحياز الأعمى إلى إسرائيل والكيل بمكيالين والقول للبنانيين والعرب والمسلمين والفلسطينيين إنه نحن دماءكم أرخص. بسألك سؤال، ليش هالقد مصدومين هني باللي صار؟ ليش هالقد ما مفجوعين الإسرائيليين؟ معتبرين إنه دمنا نحن العرب اللي صار لهم عم يسفكوه رخيص من 75 سنة ما له أي قيمة طبعاً. وأنه هني دمهم لأنه صفك اليوم قامت القيامة صحيح، بدنا نحارب بدنا نقاتل، أنتوا مش بشر أنتوا كذا. هني بيعتبروا بالعقل الغربي وهذا الرجل الأبيض الاستعماري اللي صار له 200 سنة بال الإيد وفينا بالمنطقة بيعتبروا أنه دمنا رخيص وأنه هني أفضل مننا يعني وأعلى كعبية يعني مثل ما بيقولوا. لا اليوم طبعا. المقاومة عم تقول والشعب الفلسطيني بالتحديد، ونحن يعني أنا إذا بدك يعني بدي شيد بالمواقف اللي عم تطلع بلبنان بدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته بلبنان بالأفريقاء من الأفريقاء السياسيين الحزب التقدم الاشتراكي الأحزاب الوطنية الحزب القومي، هو الأحزاب اللي سارعت إلى الوقوف إلى جانب الشعب. نحن مختلفين بالداخل ما عندنا مشكلة مختلفين بس كلنا فينا نتوحد على دعم الشعب الفلسطيني، وهيدا بيمنع الحرب، يعني هيدا بيساعد الفلسطيني جوا وبيخفف عنه ضغط معنوي ومادي وبيساعد على تلافي الحرب طبعاً. إذا كوننا جبهة داخلية منسجمة لبنانيا بدعم الشعب الفلسطيني بفهم حقيقة ما يجري في الجنوب، ما يجري في الجنوب اليوم هو ليس رغبة بالدخول في الحرب
ولكن هو رغبة بتخفيف الضغط عن الفلسطينيين والقول للإسرائيليين والأمريكيين نحن لسنا على الحياد أمام هذه المجزرة المتمادية. الحزب التقدم الاشتراكي اللي هو حي صمود الشعب الفلسطيني ودائما كان بتاريخه يوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكن كمان بالمقابل دعا حزب الله وجه له رسالة لعدم استدراج لبنان إلى حرب. تماما، وحزب الله لا يريد أن يستدرج. يعني الجواب حزب الله أنه أنا لا أريد أن أستدرج ولا، يعني بالعكس، الحرب هي صوت السياسة المسموع. لما تفشل السياسة بتروح طبعا الحرب. فإذا عمل هلأ إجراء من هون لجمعة 10 أيام صار في حل ما للقصة، ما المقاومة بلبنان منا بيحسي عن حرب. نعم، بتتوقع الطول يعني نحن هلأ باليوم طويلة الخامس؟ طويلة أكيد طويلة. أنا يعني هلأ بقلك شهر، من هلأ بقلك في شهر، وبعد شهر بقلك شو باقي وقت. طب شوف، يعني عندها أوراق حماس تستخدمها خلال هالشهر، يعني عملت عملياتها، أطلقت مش حماس بس، الحماس هي اليوم الفصيل الأبرز بالمقاومة اللي خاضت العملية، بس كل الشعب الفلسطيني بغزة مقاومة بكل تشكيلاته وفصائله، وحماس هي الفصيل الأقوى، ولكن فتح موجودين، كتائب الأقصى، جبهة الشعبية الديمقراطية، الجهاد الإسلامي، كتائب صلاح الدين، أبو علي مصطفى، اليوم ليس هنالك فصائل، اليوم كلنا شعب فلسطيني، اليوم كل اللي بغزة وبفلسطين هم فلسطينيون يقاتلون من أجل بلادهم وأرضهم ودفاعا عن أرضهم وبلادهم. الفصائلية بهذا المعنى مش مطروحة اليوم. مش مطروحة طبعا. شوف يا دي، عم يتعرض السلطة ليدين العملية وما عم بدينا السلطة الفلسطينية، ما عم بدينا فتح، لأنه السلطة غير فتح عم تقاتل على الأرض فتح بغزة، ولكن بس الكتائب الأقصى يعني عندهم 10 أسرى بغزة بس، ولكن السلطة اليوم حتى السلطة ما عم بتدين، اللي هي منخرطة بتفاهمات مع الأمريكان مع الإسرائيليين. نعم، ولكن إذا لأنه هاي معركة الشعب الفلسطيني. إذا بتشوف بنسمع يعني السفر سفير فلسطيني بلندن مثلا كان له مواقف مشرفة جدا طبعا، حتى أنه عدل بالنظرة الأوروبية الإعلامية للموضوع بكثير محلات. على السلطة بلشوا يضغطوا بوقف التمويل، ألمانيا والنمسا أعلنوا صحيح وقف التمويل للسلطة الفلسطينية، بيجيهم تمويل من أوروبا بعد أوسلو يعني، وجزء منه ضرائب وكذا، فوقفوا التمويل. امبارح السفير، كل سفراء فلسطين في العالم أخذوا مواقف مشرفة، غالبيتهم اللي طلعوا على التلفزيونات أخذوا مواقف مشرفة. هذا الشعب الفلسطيني هون ما في فصائل، مثل ما كنت عم قلك هون ما في حماس وفتح وجهاد، هون في الشعب الفلسطيني يخوض معركة تحرر وطني. طب يا ستنا، يعني بعد في شعب بالعالم محتل غير الشعب الفلسطيني؟ محتل، محاصر، تقطع عنه الكهرباء، ممنوع يفوتوا بطن، يعني إذا بدون يعمروا بدون يتجوزوا بدون يعيشوا، ممنوع يفرحوا، ممنوع، محتل بأرضه، لاجئ بأرضه، ومش يعني سارقين لهم بس الأرض، سارقين لهم السمكة اللي بالبحر والنفط الغاز، هذا الغاز فلسطين غنية صحيح، الشجرة، الهواء، يعني سارقين لهم كل شيء ومش مكتفين إلا بدهم يقتلوهم وبدهم ينكلوا فيهم، وممنوع يفتحوا تمهم وممنوع يردوا، وإذا عملوا مقاومة تصنف إرهاب. إرهاب صحيح. طيب بأوكرانيا سيلف ديفانس إنه بأوكرانيا دفاع مشروع عن النفس، بفلسطين إرهاب. امبارح يعني شفتها على تويتر كتبينها ناس أجانب يعني. بالفعل طبعا يعني، بس مثل ما قلنا انه اليوم بزمن السوشيال ميديا يمكن كمان الصورة الحقيقية بتبين، عم شوف الاطفال بغزة واكيد الاعلام الغربي عم بيشوفهم، وبالتالي بطلت اسرائيل تقدر تعمل تعمية على جرائمها مثل ما كانت القصص تصير قبل. لا، السوشيال ميديا اليوم، ولذلك الامريكان عم يضغطوا، بتحسي يعني رسالة عم يبعتوها الامريكان، حجم الرسائل اللي انبعتت لحزب الله والاتصالات الفرنسية والغربية بحزب الله، بتحسي مثل كأنه حدا بده يقتل حدا وبده كل الناس تتواطأ معه، انه سكتوا كلكم وما حدا يقرب وما حدا يتدخل. كيف هيك؟ انه بتجوا بتبيدوا شعب 1.5 مليون ممنوع حدا يحكي؟ هل صحيح وصلت رسالة لحزب الله عبر السفيرة الأمريكية من خلال الرئيس بري بهذا الموضوع؟ لا بالعكس، الرئيس بري وصل رسالة انه انتو حكوا مع اسرائيل وامريكا، لا بتحكوا معنا، نحن مش بموقع الفعل، نحن بموقع رد الفعل. نعم، وبهالمعنى يعني الامريكان واضح اني اتصلوا بكل دول العالم، حالة الصمت الدولي
حتى العربي يعني، مع العلم انه في مواقف عربيه جيده بلشت تتحرك من امبارح يعني، لا سيما الاعلان السعودي عن وقف مسار التطبيع طبعا، وفي كمان رئيس الوزراء العراقي تماما. بس كانه الامريكان عم يضغطوا على كل دول العالم، انه حتى يعني في روايه اسمها قصه موت معلن لجابرييل غارسيا ماركيز، هي روايه بامريكا اللاتينيه، ابطال ثلاثه من اصول لبنانيه على كل حال يعني، هاي الروايه انه هاد الشباب بالضيعه كل الناس عارفه بدهم ينقتلوا، ما حدا قال لهم يعني، هاي خلاصتها. مطلوب انها تكون قصه غزه قصه موت معلن، انه يقعدوا نحن نتفرج كلنا بالعالم مش بس بلبنان، ممنوع تحكوا بدنا نفوت ندمرهم ونقتلهم ونقتل الاطفال، وانتوا اذا بتتدخلوا بكن يا ويلكن ويا ويلي شو بده يصير. هيك بالفعل عم بصير بالفعل. الرهان اليوم على الفلسطيني، اذا نحن يعني الفلسطيني ضلوا رافقين وضلوا شادين ايه، ما يمكن ما يحتاجوا مساعده، وقرار تدخل المقاوم بلبنان هو بايد المقاومة الفلسطينية. نعم. يعني اذا طلعت بكره المقاومة الفلسطينية وقالت يا اهلنا ويا اخواننا المسلمين بالعالم وبالعالم العربي والعرب والكذا والشرفاء والاحرار، نحن عم نقتل، وقفوا جنبنا، ما فيها المقاومة تضل على الحياة. بس طالما المقاومة الفلسطينية عم تقاتل وعندها بنى تحتية عسكرية وامنية معقدة وقدرت توجع الإسرائيلي، وبعد لهلا عم تقصف على تل أبيب وعسقلان، وعاملة خطة ممنهجة لمحاولة يعني يكون المواجهة متكافئة بشكل ما، لحتى يجي لحظة خلص الإسرائيلي يفهم انه ما قادر يحقق انجازات. يعني بين حركه حماس من لما عملت العمليه حسب تحساب رد الفعل الاسرائيلي، وهيك بدها تتعاطى مع لا طبعا عاملين يعني كتائب القسام طبعاً. عاملين خطط يعني خطط لكل الاحتمالات، ومفترض بالايام المقبله يبين هذا القتل اللي عم بصير خلص قتل عبثي. صحيح. واذا كمل بيكون الامريكاني بده يدمر غزه وهجرها، وبكون الامريكاني عم ياخذ المنطقه صراع كبير، ساعتها لا فينا نقول له لحزب الله شيء ولا للايراني ولا للسوري. سوريا صار له 11 سنه بيقصفوا عليها وهو عاضد على الجرح ومش قادر يرد، عنده جوا مشكل. هلا اذا فتحت شو بده يعمل السوري؟ فكرك بده يفش خلقه على كل العشر سنين اللي سكته. الايراني اذا صار، العراقي، الحشد الشعبي يعني الاسرائيلي يدري. بس الايراني هون يعني كان في موقف امريكي لوزير الخارجيه، يعني واضح انه في تحييد للموضوع الايراني لما قال نحن معنا اثبتت انه ايران كانت على علم او تنسيق مع حماس. بتعرفي شو يعني؟ هاي كمان اساءه للعرب يا اختي. يعني نحن ما بنفهم، يعني نحن لا بنعرف نعمل تكنولوجيا الا اذا اجى الايراني او الروسي او الامريكاني. ما هو فلسطيني عباقره، نحن بنعرفهم من الثمانينات، بيتعلموا الجماعة. صحيح. وبيعرفوا لغات و... صحيح. انه ليش يعني الايراني امبارح طلع الايراني قال لهم مش مزبوط يا خي، هاو الفلسطينية عملوها. طلع السيد الخامنئي كذا يعني الامام الخامنئي عمل تغريدة وقال لهم انتم عم تقولوا ايران، هذا نحن بشرفنا بس، ولكن هاي العقول الفلسطينية. صحيح. انه هول يعني العرب ما بيعرفوا، ما بيعرفوا يصنعوا صواريخ، ما الا بدهم دايما يجي الوصاية الروسية أو الإيرانية أو الغربية أو السعودية على أو لا السعودية عرب، فلا الفلسطيني، الفلسطينيون دعاء أزاد. حتى أنا اليوم استشفيت، حتى اليوم استشفيت أنه الحزب ما كانوا بالجامعة يعني الحزب، يعني بالفعل كانت العملية سرية توقيتها وساعة صفر. وبعدين الجماعة عاملين خطة، وأنا من فترة سمعت أنه وأن فكرتهم يطلعوا أسرى. هلا فاتوا هوديك نهار يعني السبت، الهدف كانت تحرير الأسرى، انه بيعملوا عملية بياخدوا أسرى وبيعملوا عملية تبادل تفاوض. بس ولكن حجم الانهيار الإسرائيلي خلى العالم تفوت، حجم الصدمة، انهاروا الإسرائيلية لساعات، فش حدا، فاتت العالم. هون بلش التفلت لساعات من ايد المقاومة، وبلش يطلع صور كانت مأزية بالسياق العام، وعطت مبرر للأمريكان وغيرهم أن يقولوا هذه أصلة، بس يقولوا داعش يعني عم ببرروا القتل. طبعا أكيد عرفتي، بينما أنه داعش بأمة وبي معروف من عملها يعني. طبعا نحن هلأ بتلفزيون لبنان ونراعي لكم ظروفكم شوي كتلفزيون رسمي
لو على تلفزيونات تاني بيقول لغة أقوى بثورية أكتر، من صنع يعني داعش ثورية أكتر، بس ولكن الناس كلها بتعرف بالتفاصيل يعني. المقاومة في فلسطين جاهزة، الرهان كلنا كلبنانيين وأولاد المنطقة ندعي تربح المقاومة في فلسطين حتى ما نضطر نفوت بحرب. نعم، كيف بدأت تستثمر غزة يعني حماس أو المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها هذا الانتصار بغض النظر عن نتائج إذا طولت هلأ الحصار على غزة أو لا، بالنتيجة هي عملت معادلة جديدة عسكرية بالصراع. هذا بده شغل كتير بعدين بالمخيال وباللاوعي الإسرائيلي. أنا أتوقع بعد هذه الحرب أن نشهد هجرة عكسية هائلة أصلاً اليوم من خارج إسرائيل، من إسرائيل هجرة والخارج عكسية. يعني بالعكس مثل ما كنا شفنا أول لحظات أول ساعات يعني طبعاً. ولا وهلأ بدها تزيد، لأنه بيّن يعني أنا شفت مجندة إسرائيلية عم تقول لهم اسمعوني أنا خدمت هونيك، نحن بنبقى قاعدين مصفوفين بس عم نراقب، إذا بيمرق صرصور بنبلغ. صحيح، كيف مرقوا؟ صحيح صحيح، شكت آيلة مظبوط. طيب معناتها عملية معقدة وقوية ومشغولة بنفس أمني وعسكري وعملياتي محضر لها جيدا، محضر ورأيي أنه طلعوا من الأنفاق. هذا اللي شفناه بالبر هذه بس للكاموفلاج يعني، وقصفوا قصفوا الكاميرات، قصفوا المجسات الحرارية للأجسام اللي حاطينها على حدود قطاع غزة، وفاتوا فاتوا سحبوا الجنود من قواعدهم العسكرية. صحيح شفنا يعني سحبوا قائد الكتيبة هو نايم بالشارط. حتى الفلسطيني اللي عمل العملية أنا رأيي ما كان متوقع تنجح هالقد هالقد. صحيح، ولذلك اليوم عندهم أسرى وهن جاهزين، العملية انعملت وخلصت، عملت مفعولة عند الفلسطينية. اليوم بدهم يبادلوا أسرى جاهزة، حماس بادل أسرى بس بدها تبيض السجون، وعندها ثلاث شروط. بيض سجون يعني منطلع كل الأسرى الفلسطينيين يلي عددهم بالألاف فوق 20-30 ألف يعني، بعتت 50-60 ألف في يعني تصوري يعني. ونظام أبرتايد هذا العالم الحضاري هذا اللي طبعا يعني بيعمل طريق للفلسطيني وطريق لليهودي يعني، بيحكوا بحقوق الإنسان وبالقيم والأخلاق والديمقراطية، بس يجوا لعنا لهون بيرجعوا للعيش تحت الأشجار وفي الكهوف، بيرجعوا لذهنية العيش والاستعمار كمان يعني. قبل ما يكتشف الملابس الإنسان يعني كان يغطي حاله وراء الشجر، هيك بيتصرفوا معنا نحن بعقل الكهوف. صحيح، بينما بكرافتي وحضاريين مع غيرنا. نعم، مع الأسف يعني. طبعا استاذ غسان، يعني الهدف الطبيعي المنطقي انه تكون المقاومة الإسلامية من خلال أسر هذا العدد من الإسرائيليين اللي ما بنعرف قد ايه انه تبادلوا مع أسرى. كنت عم اقول ثلاث شغلات، تبييض السجون، وقف الإجراءات على الضفة الغربية، لأنه بالضفة الغربية حكومة نتنياهو عندها مجموعة إجراءات من ضمنها مثلا في مستوطنات ظهروا منها باتفاقية أوسلو بال95 بشمال الضفة، أربع مستوطنات غير شرعية أخلوها الإسرائيليين وفق اتفاقية أوسلو. هذا سموتريتش ومش عم بحفظ اسمه، هذا سموتريتش يعني وزير المال يمكن، وبن غفير هول وحكومة نتنياهو، حتى هاي المستوطنات بده يرجعوا لها المستوطنين، المستوطنات الغير قانونية. زيادة الاستيطان من 2014 لمبارح 500,000 مستوطن جديد في الضفة. يعني السلطة والشعب الفلسطيني بيسيطر على 22% من مساحة الضفة بس. بدهم يخففوا إجراءات على الضفة، بدهم يرفعوا الحصار عن غزة وتبادل أسرى. هذا هدف المقاومة اليوم. هلأ التطورات والموقف الأمريكي مبين أنه هن مكملين بمواجهة كبيرة، قد نشهد إنجاز فلسطيني جديد، وقد يؤدي قد يقوم المستوى السياسي عند المقاومة الفلسطينية بتطوير القرار وفق حاجات الميدان. نعم، بعدهم هلا هني ما استعملوا كل شيء عندهم يعني اليوم، بعد ما استعملوا كل وراءهم يعني هو ببلش بالتدرج. هو عم يضرب وهن عم يضربوا، بعده وضعه الميداني منيح عسكريا، نحن مزروكين هونيك كلنا كمتعاطفين مع القضية الفلسطينية بالمدنيين. ممنوع أكيد حدا يظهر، ممنوع طبعا حدا يظهر، وممنوع يفوت أكل، وممنوع يفوت مي، ممنوع يفوت بنزين، حصار مطلق لشعب، حصار لشعب تماما تماما. فلذلك
نقطة الضعف للمقاومة الفلسطينية المدنيين، وإلا بالمعنى العسكري هني أنفاق شو، وفي يمكن مدن مدينة تحت الأرض كاملة غير غزة اللي بنعرفها فوق، وهذه بتاخد وقت إذا الإسرائيلي فعلا بده يقضي على المقاومة، وبعتقد صعبة عليه إلا إذا الأمريكاني هو شخصيا إجا يقاتل. ولكن الأمريكاني اليوم شو مصلحته؟ أول شيء في انتخابات بعد شوي أمريكية، هو عشان هيك. تاني شيء في اعتبارات حرب أوكرانيا، وفي بكرة الصيني يمكن إذا تورط الأمريكاني أكتر فوت الصيني ياخد تايوان. شو كمان يعني إذا أنا ما هون عم نقول إنه الدقيقة ليش عم بقلك أنا إنه نحن في أعقد لحظة منذ العام 1982 مش 2006. 2006 عملنا حرب نحن وياهم وفجمناهم وفجمونا وإلى نتائج استراتيجية يعني بالسياسي، كانت الحرب تموز انتصرت المقاومة يعني برغم الألم ورغم الوجع والدمار يعني. طيب اليوم لا، نحن أمام مشهد آخر، حرب روسيا وأوكرانيا، لأنه عم تحكي حضرتك أنه ما قدروا هني يضعفوا القدرات يعني، وهذا المنطق بين نجاعته. إسرائيل ما بيفهم اللي هلأ زيت الشي رح يصير بغزة، الفلسطينيين صار لهم 30 سنة بفاوضوا، يعني زيت الشي حيصير بغزة أي سنة أوصلوا 93 اليوم 30 سنة. طيب ما عطوهم شيء امبارح مع الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، بيقول لهم يعني عطونا شيء مكتسب للفلسطينيين، كل هالسنوات التفاوض من دون ولا شيء بمقابل توسيع الاستيطان وقضم الحقوق. انه كنا عم نقول حرب اوكرانيا وروسيا وتيجي تعمل جبهه هون، فاذا نحن دخلنا في الحرب العالميه الثالثه. مش بس هيك، في كمان مثل ما قلت حضرتك يعني في اليوم عند امريكا اهداف تانية انه تقلص نفوذ احتواء الصين. هل الصين رح يفوت هذه الفرصه؟ في السعوديه فاتت كمان على حلف جديد، فبالتالي شوف السياق، بيروح الرئيس بشار الأسد على الصين، بعد كم يوم بيجوا بيضربوا له الحمص الكلية الحربية، تاني يوم بتفوت حماس الصين، فإذا منا بعيدة. وهل الصيني إذا تورط الأمريكي بغزة بده يفوتها هالفرصة؟ يمكن يفوت على تايوان، وإذا فات على تايوان أصبحنا أمام حرب عالمية ثالثة، ولكن ببؤر مشتعلة وليس حرب واسعة. يعني اللي كنا عم نقوله وقت حرب أوكرانيا انه هاي الحرب قد تتطور، انا قلت وقتها صحيح سيشهد العالم 5-6 سنوات بعد حرب اوكرانيا من التوتر حروب والحروب والمجاعات والكوارث البشريه الى ان يستتب نظام عالمي جديد بيقود العالم بالمئة سنه المقبلين. يعني شفنا اذربيجان وارمينيا واللي عم بصير يعني، شوفي هاو لانهم معطرين الارمن 1.5 مليون صحيح، تركيا 90 مليون والازاريه 10 ملايين والأرمن 1.5 مليون كانوا محتميين بالروس، إجا عندهم رئيس حكومة بده يتزكى راح عند الأمريكان، قاموا الروس أبو باط أخذوا ناغورني كاراباخ. ناغورني كاراباخ جزء من الإمبراطورية الأرمنية سنة 60 ميلادي، يعني قديه يعني دفعوا الثمن من أول وجديد 60 ميلادي يعني من 2000 سنة إلا 40 سنة يعني استغلوا هاللحظة، دفعوا ثمن الأرمن يعني صحيح. خلص فرضت معادلة لتغيرها بدك ترجع تدفع كتير أسماء. فهون بدي نقول خلي اللبنانيين كلهم يعرفوا الحرب بيعملها الأمريكي أو بيمنعها الأمريكي، نحن في موقع ردة الفعل، حشت حمله حزب الله المسؤولية، حزب الله قوة عاقلة أنا بعرفه منيح، أنا بعرف كيف بيفكروا، ما بده يعني منه باحث عن حروب، هو باحث عن حماية البلد وباحث عن حماية لبنان، وأنه نحن بخيار الدعم المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين. ومثل كل اللبنانيين اليوم بيقولوا نحن مع عال، نحن متوحدين فإذا رغم خلافاتنا الداخلية على هذه القبيلة على خيار دعم الفلسطينيين في الداخل. إذا بيه الفلسطينيين قوايا بالداخل ومتماسكين مش رح نحتاج، بتضل مشاغلة بس لحتى نخفف الضغط ونقول له لإسرائيلي مش خايفانين منك، يعني أنت أوكي بتوجعنا بس نحن منوجعك، بس كمان انت الإسرائيلي رجعنا للعصر الحجري بس نحن بنرجعك للعصر الحجري، بس كمان الإسرائيلي إذا بدنا نجي نفكر هو كمان مش من مصلحته يفتح هذه الجبهة. ليه؟ بغض النظر على إنه هو عنده هلأ ما يكفيه بموضوع مش من مصلحته غزة. بس هو شو بده منك؟ بده منك يبيد الفلسطينيين وتسكتي، هون اللعبة هلأ. لا ولكن هلأ الوضع غير، لأنه هو عنده أنابيب النفط بمرمى صواريخ المقاومة، وبالتالي اليوم في استثمار نفطي وفي إسرائيل عم تصدر هذا النفط للدول الأوروبية، فيهم يعملوا وبالتالي إذا صارت مواجهة في معادلة فرضتها كمان ترسيم يعني فيهم يعملوا مواجهة برات هالمعادلة معها.
إلا إذا راحت في حرب مفتوحة، يعني فيهم يعملوا مواجهة محدودة محدود. وتبقى تراشق وإشغال واليوم يعني اليوم في عملية للمقاومة فيها قتلى للجيش الإسرائيلي بالفعل اليوم، والأمور عم تتدحرج. ولكن القرار عند حزب الله هو التدرج بالموقف وفق ظروف الميدان بفلسطين، بفلسطين ووفق الإسرائيلي شو بده يعمل. إنه بده يضل يستهدفنا ويقتلنا على الحدود ويعملنا يقصف بلادنا، لا بدنا نرد بس ردود موازية لحجم الفعل الإسرائيلي، وهون العقلانية وليست حرب والتدرج شامل. يعني خلي اللبنانيين يطمئنوا كلهم، حتى المختلفين مع حزب الله، انه انتوا امام قوة عاقلة، وانتوا بتعرفوا يعني انتوا بتعرفوا انكم امام قوة عاقلة ومسؤولة، وباللحظة اللي بتقدر فيها تتلافى الحرب رح تتلافاها. ما انا بحثي عن الحرب، ولكن اذا فرضت هذه الحرب والامريكي بيعملها 2006 انا عايشها منيح، امريكا عملها، لكن الإسرائيليين وقتها بدون يوقفوا من 15 يوم ما خلص خلصت، يقول لهم الأمريكي كملوا وقتها، يقول لهم كملوا، وشو كملوا؟ دمروا بس. شو عملوا؟ هاي حزب الله اليوم دمروا لبنان، بس لبنان دفع الثمن كتير كبير. طبيعي اليوم لبنان لا يحتمل أن يدفع أسمان جديدة، خصوصا أنه طبيعي ما حدا اقتصادي كتير صعب. شفتي لو نحن بمثل قبرص لا كان لبنان بيدفع ثمن ولا حدا بيسأل عنه، قبرص صينية حدش بيسأل. نحن لأنه في إسرائيل ولأنه لجوء ولأنه المشاريع كلها بالمنطقة هي غربية وإسرائيلية من 200 سنة، ولا سيما بعد 48 فات العامل الإسرائيلي بقوة كعامل توتير. ويعني هل صحيح أنه إذا نحن يعني ما عملنا شيء الإسرائيلي بده يقعد عائل؟ ما هو عنده مشروع. يعني هذا اللي أنا دايما بدي ناقشه مع الناس، يقولوا لنا أنتوا بكون جيبولنا المصايب وانتو عم تتحركشوا بإسرائيل. لا يا خي، نحن بموقع رد الفعل. أنا كنت عايش بضاعة أمي أيام الثمانينات، كنا أطلع على السلم على المدرسة لأنه يقصفوا الطريق العام كل يوم بوقت المدرسة، كل يوم نقومنا نحط السلم وأطلع أنا وخي أولاد، بدنا نحمل سلم، ما في خلاف على العدوان الإسرائيلي نحمل سلم الإسرائيلية، بدنا نحمل سلم لنطلع نتخبى من القصف نوصل على مدرستنا. يعني بظروف غير طبيعية طبعاً على الإطلاق. إجت المقاومة عملت معادلة أمنت الاستقرار، عرفتي؟ وبهذا المعنى المقاومة تبحث عن الاستقرار وليس عن الحروب. خلوا الناس يفهموا، يعني يفهموا أنه هاي المعادلة. الحروب تفرض علينا لأنه عم نواجه مشاريع دولية كبيرة. نعم، ولكن الخلاف هون انه مزارع شبعي اللي نحن معتبرينا ارض لبنانيه هي بالمفهوم الدولي ارض متنازع عليها، لانه كمان في الموقف السوري وعدم الاعتراف. لا لا، بالمفهوم الدولي ارضنا وبالبيانات الوزاريه ارضنا، ونحن هلا باي لحظه هاي اللي عم بصير اذا تطور الى اي ممكن مدى ممكن يكون ايجابي بموضوع المزارع. اذا تطور هون بيتطور على الحدود بالترسيم بري، وقد يتطور رئاسيا كمان. إذا طلعت المقاومة الفلسطينية من غزة منتصرة تغير المشهد السياسي. التسوية ممكن هون تنسحب إيجابا على موضوع المزارع. إذا طلعت المقاومة بفلسطين منتصرة وطلع محور المقاومة من هذه المواجهة منتصرة، برأيي بنلم البلد بعدين. نعم. بنلم يعني بننتخب رئيس للجمهورية وبصير سليمان فرنجية يعني قريب. يعني. هلا هو بتعتبره المرشح يعني من بعد هذه العملية صارت حظوظه أكبر؟ طبعا. لا. بالطبيعة الحال. ليه؟ اولا بالنظر الى المواقف التي اطلقها، اطلق مواقف تؤكد على جذريته وفهمه لحقيقة الصراع وتموضعه الاستراتيجي في محور المقاومة. ثانيا هو شخصية تسووية، سليمان فرنجي منه صدامي وجاي بده يحارب العالم، جاي بده يلم البلد. يعني هو بخيار المقاومة هذا بيرضي طرف بالبلد، اتفاق الطائف بيرضي السنة والدروز. صحيح. وليد جملات كل يوم بيحكي عن اتفاق الطائف. صحيح. ثلاثة منه جاي ليأخذ حصص الكتل المسيحية. معك بكل اللي حكيتهم، ولكن اليوم في كتل مسيحية يعني لن تنتخبوا. أنا رأيي جبران ناطر لتنضج، وقال هديك اليوم قال عطونا وعود ونحن بنمشي من هيك، بس يبدو هو مادبر تحليلي أنا ما حكيته لا. انه ما عبر انه الحزب بعد يعني بده يعمل تسوية مع السعودي ومع الامريكي، فبنطر انا لتنتج هالتسوية بفوت فيها بالاخر، بهالاثناء بكون انا عم اعمل مكتسبات وامسك اوراق يعني بايدي.
يعني برأيك بالآخر النائب باسيل بيروح نحو طلع قال اعطوني وعد مش مشروع قانون باللامركزية وصندوق وهلا بعد هلا عم بصير بيمكن يتطور موقفه. هي يعني شغلة عم تخلط الأوراق كلها وما بنعرف وين بتوصل بعد جمعة. بس برأيك هيدا اللي مراهن عليه حزب الله تحديدا تغيير باسيل لموقفه؟ ليك الحزب يعني ما بده يجيب رئيس غصب مع يعني ما بده يجيب رئيس بدون موافقة المسيحيين وما بده يجيب رئيس بدون السعودية والأمريكان. طب كيف هالمعادلة مضبوطة إذا هو متمسك بمرشحه يلي هو الكتل المسيحية كلها رفضته؟ يعني الزمن بياخد على اتجاه إنه تصير الظروف مؤاتية أكتر لمرشحه اليوم وهذا رهن بكمان تطورات الميدان الفلسطيني. صحيح. أنا قلت من أول ما بلشت بالمداخلة إنه إيه سليمان فرنجية بيتحسن وضعه إذا ضلت المقاومة قوية بغزة وخلصت المعركة، يعني المقاومة وضع أفضل، أما إذا صار شيء غير لا يمكن تصير أصعب الأمور. يعني طب هون الاستثمار يعني عم بيقرش بالرئاسة اللبنانية؟ لا لا هذه تحليلات محللين، ما حدا بحزب الله بباله الموضوع ما حدا حكي فيه. يعني هيدي الناس اللي بتحلل سياسي بصير تحط فرضيات وهذا مشروع، يعني عرفتي مع العلم أنه هلأ مش مطروح. لا طبعا، ولكن تلاحظي سليمان فرنجية يعني جذريته بدعم اولا مش بس المقاومه بلبنان، اكيد طلع حق دعم المقاومه في فلسطين. هيدي ما بيعملها مرشح بالشرق الاوسط كله بوجه الامريكان. لو واحد مرشح للرئاسه بقى كل المنطقه وفي موقف امريكي معين بيروح بيعمل موقف يرضي الامريكان، مش هو معروف بوضوحه وبمواقفه بهيدا الموضوع ان كان وبنفس الوقت منه صدامي ومنه جاي، يعني جاي بده هو معتبر حاله جاي يلم البلد، يعني جاي يعمل تفاهمات كبيره تكون عهده. ليش قلت انا الحزب ما بده يعني رئاسي بالاغلبيه وبس وبدون السعودي يكون في توافق انه حتى ما يكرر تجارب ما بعد 17 تشرين مع العماد، بسيطة هي يعني بعد العماد ميشيل عون بعد 17 تشرين. إذا جبنا هالعزلة والانكفاء الخليجي عن لبنان حتى ما يستمر، انه إذا جبنا رئيس جمهورية هلا بالأكترية معناتها ما حيعمل شيء، بده هذا رئيس جمهورية لا يقدر يعمل بالنازحين وبالاقتصاد، بده يكون منسجم أول شيء مع رئيس الحكومة. صحيح، يعني بده يكون في تسوي وتفاهم وحكومة قوية قادرة تاخد قرار لمصلحة البلد بالنزوح بالعلاقة مع سوريا بالاقتصاد بالبنى التحتية بالكهرباء صندوق النقد الدولي. فإذا هلأ أنت بدك تعملي رئاسة جمهورية بالغلبة ما بتزبط، وهذه عقلانية برأيي من قبل حزب الله لازم تشكر عليها. يعني عقلانية هاي، يعني بمعنى انه هو لا بد ما بده بالرغم المسيحيين. يعني هو لو قادر، يعني لو قادر كان وقف، ما هو ما عنده الأكثرية اللي تقدر تجيب رئيس، يعني ما عم نحكي عددية بالمجلس بتركيبة المجلس. هو إذا صار تفاهمات مع السعودي بيصير معه أكترية، بس ما بتكفي من وجهة نظر. هلأ صار تفاهم مع السعودي عنده 20 نائب السعودي، 20 و 51 71 بس ما حاول السعودي شو بدك تقولي له، بس ما حاول محافظ الألقاب رئيس طيار المرضى أنه يقدم ضمانات للسعودية، ما مش بعدها ما نضجت السعودية لظرف تسوي. بس هذا منه مستبعد، منو مستبعد؟ عم يحكوا مع بعض الإيرانيين والسعوديين. صحيح. والاتفاق الإيراني السعودي على رغم كل ما جرى هو صلب وقائم وإيجابية نتائجه على المنطقة، بس ما انسحب على لبنان لهلا. الأمريكان فرملوا أن يتحول إلى أن ينعكس على الإقليم، الأمريكان فرملوا قالوا له بتعملوا علاقات ثنائية اصطفلوا، ولكن أي حل بالإقليم نحن ما نكون شركاء. هاي واضحة واضحة القصة. فنحن عم نقول انه اذا عمل تفاهم مع السعوديه في يجيبه ب 71 صوت 72 صوت. نعم. بس بدون المسيحيه وبدون الامريكان يعني مشكل. لا اكيد طبعا، وبالتالي الحزب يطمح والرئيس نبيه بري والداعمي سليمان فرنجي بيطمحوا انه الرئاسه ان تكون مفتتحا لحل، يكون في تسويه وانسجام بين رئيس جمهوريه ورئيس الحكومه، والحكومة تكون حكومة أكيد وطنية قوية قادرة تاخد قرار وقادرة تعمل الإصلاحات المطلوبة وقادرة تاخد قرارات لمصلحة البلد. يعني الأمريكان كيف عم يشتغلوا بالنازحين صارت بتخوف القصة. مزبوط. والتحريض على النازحين ما بيحل المشكل، والمشاكل مع النازحين بتكركب البلد وبتوتر الجو ما بتحل المشكل أكيد. وهذا النازح إذا طبق القانون
واذا انضغط على المجتمع الدولي انه خي بدنا نقلهم على سوريا واللي عم تعطوني اياهم تعطوني اياهم بسوريا. ولكن عنده راي اخر نظام سوري، لو بده نظام سوري يرجع ياخذ نازحين لعنده على اللي كان ما عمل قانون رقم 10. طيب يطلعوا هود نازحين معهم هويات سوريه وفوتوا، اذا منعهم خلوا نطلع كلنا من دين منع مواطنين. انا اول واحد بدين ما بيمنعهم. اوكي انا معك كيف بيفلوا مواطنين اذا هن هون ماديا يمول بقائهم؟ الدوله في سوريا اليوم ما عندها بنى تحتيه تستقبل 5 ملايين ضربه واحده، يعني عرفتي شو يعني انه يرجعوا ما عندها لا مدارس لا بنى تحتيه. بدها خطة هاي بالتنسيق بين الدولة والحكومة اللبنانية. نحن عنا ثلاث أنواع من السوريين حتى ما نكبرها على حالنا. عنا العمال هو ونحن موجودين جزء من البلد، هو بيقعدوا بإقامات قانونية يعني وجود شرعي يعني للعمالة اللي كانت دايما موجودة في المصاهرات والقرابة وال عائلات. صحيح. انا بعرفهم هو عم ينهانوا وهو معيب اللي عم يصير معه. بتفوت وحده بتحكي سوري بتكون هي لبنانيه بس امها سوريه، امها سوريه وهي لبنانيه بس تحكي باللهجه السوريه، بتفوت عند الكوافيره بصير سامعها حكي، بتفوت على الدكتور في احتقان بالمجتمع اللبناني تجاه الناس. ايه فنحن بدنا نفرق بين النازحين اللي بالخيام، هو لازم ينشال نازح بالخيام والتجمعات الكبرى العشوائيه، هو بينشالوا بينحطوا بسوريا بظروف أفضل بالتنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإلى إلى إلى آخره. بيبقى الناس العاديين يعني اللي العمال هاو قانونيين اللي عندهم وضع. صحيح. مصاهرات قرابات اللي أنا بعرف ممثلين فنانين مثقفين كتاب. صحيح. مستاجرين وبيصرفوا أكيد. يعني طبعا بس كمان عم ينزعجوا لانه التعامل مش كل الناس اللبنانيه لايقين، مش انه كل الشعب اللبناني بس مره بس هلا صار فيه يعني لا اللبنانيه شعب مضياف وشعب لطيب وبحب الغريب. اللبنانيه يعني بلد بحري ومتوسط ما فيكم منغلق يعني، بس ولكن حجم الأزمة والتململ وفي تحريض حجم الوجود المليوني يعني العدد الكبير حتى الأرقام أنا رأيي فيها شيء بجنن اللبنانية يعني. آه في حكي مرات ما حدش بيعرف قد الرقم والرقم منه بس اللي هو البيصري طلع قال إنه هني بشكله 42 مليونين مليونين بيطلعوا له مليونين منهم هينين كمان. آه بس فيهم مليون ما عندهم مشكلة، في شي مليون هني اللي يعني ربما يكون هن وجودهم هذا الضغط على البنى التحتية على الكهرباء على المي على الاقتصاد، وهو هن اللي بدهم حل يعني طبعا باقيين هن جزء من الدورة الاقتصادية تبعنا. طبعا بكرة الحكومة رح تبحث بهذا الموضوع اللي كان طلعت مقررات قطع عدد من الوزراء، وبكرة بجلسة بكرة اللي هي دعيت لها على خلفية الأوضاع رح يتم البحث بما نفذ من هذه المقررات. عم نشوف مجلس وزراء عنا صحيح عم نشوف وزير الداخلية عم نشوف كمان شوي تحرك بهذا الموضوع باتجاه البلديات، رغم انه شوي كمان امكانيات البلديات بهذا الموضوع انه ضعيفة، ولكن تنظيم هذا الوجود وكمان اللي عم بيصير حضرتك اشرت له بالمواقف الدولية، شعور اللبنانيين انه في حدا ناوي يوطنهم او يمزجهم بالمجتمع اللبناني. شفنا المفوضية ما سلمت الداتا، شفنا كمان البرلمان الاوروبي اللي صادق على ابقاء وجودهم بلبنان. في شعور عن اللبنانيين انه هني لا في حدا عم يشتغل. لا واهضم شيء بعض خصوم المقاومة بيطلع بيقول لك سيادة وحرية، انه يا خي سيادة ومفوضية اللاجئين بتعطي افادات. صحيح. يعان على السيادة بس السبب ليه؟ ليه شو السبب؟ انه احنا معنا سلطة قوية ومفككين ومقصومين وعلينا وصاية غربية امريكية، السفيرة الامريكية على التليفون بتحكي معهم للشباب كلهم يعني، ورغم ذلك رئيس الحكومة وهي الحكومة كتر خيرهم يعني بال 900 مليون دولار عم بيمشوا البلد. صحيح. بما فيه تلفزيون لبنان الموازنة كلها 930 مليون دولار، انت معك خبر موازنة كل شيء بلبنان بعرف. يعني صحة وتربية وطبابة وتلفزيونات واعلام وثقافة وكل شيء وبنى تحتية واشغال 930 مليون دولار. يعني كان عم يحكي كان لو عندنا سلطة وطنية بتمثل كل اللبنانيين متفاهم عليها كذا بتعرف تحكي مع الامريكان ومع المفوضية، مفوضية بيعملوا اجراء واحد بيرجفوها يعني. صحيح. بيمنعوا لهم الاقامات الله معكم فلوا يعني، في دولة بس تكون قوية بتاخد اجراء بتهدي اللعبة كمان في منظمات تحت موضوع مستباح من هول الـ NGOs هودي. ايه.
يعني طلعوا ضحكوا على الناس ب 17 تشرين وكذبوا على الناس وفنصوا على الناس. يعني في مستفيدين يعني. هيا شفنا يعني انه 17 تشرين كان مشروع لينهار البلد، لم يكن ثوره للتغيير. في ناس اوادم وطيبين وجزء منهم اصحابي وهو هلا في جمعيات فاتت على الخط واستفادت ايه بس لا في احزاب، في يسار، في شباب طيبين، في علمانيين اوادم بدهم وطن، بدهم وطن عادي طبيعي مثل هالاوطان، كلهم نزلوا ها. بس اللي تحكم بمسار ونتائج 17 تشرين هي الامريكان والجمعيات هاللي هلا عم يجي هلا نازح اقتصادي بموضوع النازحين، بيجي هلا نازح اقتصادي بيسجلوه نازح امني نازح صحيح وبي صحيح. الاختم معك هالحلقه، بنعرف انه كان عندك لقاء ما بعرف اذا فيني اكشف عنه مع المرشح رئيس تيار المرضى سليمان فرنجي بالساعات الماضية، قيل بالإعلام كمان أنه عرض عليه أنه مقابل أن ينسحب يسحب ترشيحه مجموعة من الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها بالعهد المقبل. شو مدى صحة هذا الموضوع؟ لا عرض مغريات مغريات، ولكن هو أكد على استمراره بالمعركة وأنه ما بيتخلى عن حلفائه، وهو ليس مرشح صدامي، هو مرشح يجمع اللبنانيين جميعا. وأنا اكتشفت بهاللقاء أنه الوزير فرنجي عقله السياسي كتير شغال وعميق وبيفهم البلد وتركيبته وتوازناته، وهذا شيء كتير منيح، هذا يعني شيء من مواصفات مرشح مطلوب بهذه المرحلة، انه يكون اولا تسوي وجامع وبنفس الوقت يفهم البلد وتوازناته وتركيبته وصيغته. الصيغة اللبنانية صيغة فريدة من نوعها بكل العالم، لذلك بدأ شخص انه يكون بيفهم الصيغة. ولذلك يعني امبارح كان الحكي بالسياسي عميق ومفيد ويعكس شخصية يعني. ويعكس شخصية نعم. كتير ذكية وناضجة بالسياسي، يعني منه يعني حتى مظلومي بالإعلام هذا الجانب نعم. اللي العقل السياسي الشغال واللي عارف التوازنات البلد بشكل جدي يعني. وأنا ما حقلك كتير بعد لأنه حيكتب على الموضوع نعم أوكي رح نقرأ لك هذا الأرتيكل. بدي أشكر حضورك معنا لألي. وهذه المقاربة وكل المواقف، وطبعا تعودنا على جرأتك. شكرا لك أستاذ غسان جواد. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة على هذه التغطية، سنكون طبعا معكم بغدا وبحسب الأحداث بتغطية مستمرة لوقائع طوفان الأقصى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.